بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب المستوى الرابع، الفصل الدراسي الأول، يسعدني اليوم أن ألتقي بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر النقود والمصارف. يمكن المحاضرة الماضية كنا بدأنا في أول محاضرات المتعلقة بالجانب الآخر من جوانب المقرر بتاعنا والمصارف، وأخذنا مع بعضينا البنك التجاري وعرفنا ميزانية البنك التجاري بتنقسم إلى قسمين أساسيين، جانب متعلق بالخصوم. يعني إيه الخصوم؟ يعني الموارد بالنسبة للبنك، وعرفنا أن أهم مصادر الموارد بالنسبة للبنك الودائع الشيكية، الودائع الآجلة سواء كانت في صورة حسابات توفير أو في صورة ودائع زمنية، والقروض بالنسبة للبنك، وبالإضافة إلى رأس المال. الجانب الآخر اللي هو جانب الأصول بتمثل في أهم استخدامات البنك لموارده، متمثلة في الاحتياطيات سواء كانت احتياطيات قانونية أو احتياطيات زائدة، اللي هي القروض اللي بيمنحها البنك للعملاء، الأوراق المالية، وبالإضافة إلى صور أخرى من صور الأصول اللي بيستخدمها البنك في هذه الحالة. وعرفنا أن البنك التجاري بيسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين، بيسعى إلى ما يعرف بإدارة السيولة، إن هو يوفر طلبات العملاء الموجودين عنده من طلبات السحب عند الرغبة، وفي جانب ذلك بيحاول إن هو يعظم العوائد بتاعه من خلال ما يعرف بإدارة الأصول الخاصة به، أو إدارة الموارد أو إدارة ما لديه من موارد بشكل في جوانب الأصول، بحيث إن هو يقدر يعظم العوائد بتاعته. الشق الثاني او الجانب الاخر من جوانب البنوك متمثل في من يقوم باداره السياسه النقديه، وهو متمثل في البنك المركزي. البنك المركزي بيقوم بمجموعه من الوظائف الاساسيه، طبعا هو من يقوم باداره السياسه النقديه، هو من يقوم بالتحكم في العرض النقدي بغرض تحقيق الهدف النهائي اللي هو متمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كان البنك المركزي في فترة من فترات ما هو إلا عبارة، بعتبر إن هو مكمل للأداء الحكومي، نتيجة لأن هو الحكومة النهاردة تقول له اطبع، يقول لها أوراق بنك نوت، يقول ماشي بناء على احتياجات الحكومة. ولكن في الوقت الحالي أصبح البنك المركزي في نوع من أنواع دائما وأبدا بنادي بحتة أو في الفكر النقدي، دائما وأبدا بينادوا بحتة استقلالية البنك المركزي عن الحكومة. مش كل ما الحكومة بترغب في طباعة نقود، لأن ده بيكون له تأثيره سلبي على الاقتصاد، بيلبي هذه الرغبة. ولكن في هذه الحالة بيستطيع البنك المركزي في الوقت الحالي إن هو بيقوم بوظيفة أساسية، إن هو بيقوم بإدارة العرض النقدي بقصد تحقيق الهدف النهائي، وهو المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبناء على كده، إذا جينا شفنا النهاردة في موضوع النهاردة، ما هي ميزانية البنك المركزي؟ ما هي ميزانية البنك المركزي؟ زي شكل العام لميزانية البنك التجاري، إذا كنت بقول بقسمت ميزانية البنك التجاري إلى جانبين أساسيين، ما يعرف بجانب الأصول وجانب الخصوم، مع مراعاة حاجة أساسية، أن جوانب الأصول متمثلة أو بتتمثل في مجموعة من البنود اللي هي بتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن البنود التي يستطيع البنك من خلالها استخدام ما لديه من موارد. الجوانب الخصوم بتتمثل في الموارد التي يتحصل عليها البنك كايه كمصادر بالنسبه للموارد بالنسبه لهذا البنك. البنك المركزي عندي جانب الاصول بالنسبه له عباره عن ايه؟ اولى جوانب الاصول عباره عن الاوراق الماليه، تحديدا الاوراق الماليه الحكوميه اللي متمثله في اذون الخزانه والسندات الحكوميه. طبعا دي بتعد اداه اساسيه من ادوات البنك المركزي، بيستطيع من خلالها ان هو يتحكم في قدره البنوك على خلق الائتمان، زي ما هنشوفه مع بعضنا ما هي وظائف البنك المركزي. يبقى اذا من اولى الاستخدامات البنك المركزي لموارده في هذا الوضع، ان انا باجي بقول عباره عن اوراق الماليه. هذه الاوراق الماليه بتختص بسندات حكوميه او اذون خزانه حكوميه وسندات حكوميه، بحيث ان هو بيستطيع البنك من خلالها ان هو يقوم بحاجه اسمها عمليات السوق المفتوحه، بيتدخل في بعض الاحيان مشتريا او بائعا بالنسبه لهذه الاوراق. احنا كلنا بنسمع بين فتره والتانيه ان في النهارده او بيجتمع البنك المركزي مع بنوك اللي هو بيرأسها، او البنوك اللي هو موجود على رأسها، مجموعة البنوك اللي بتبقى تحت قيادته في هذا الوضع، اللي هي بيبقى ايه بيقوم بشراء بيقوم بيقوم لها ببيع عمليات بيع او شراء الاوراق الماليه الحكوميه اللي هي متمثله في الايه في اذون الخزانه و الاوراق للسندات الحكوميه. واذا دي اول حاجه من الاشياء او البند من بنود الاصول التي يتضمنها ميزانيه البنك المركزي.
تاني بند من بنود الأصول التي تضمنها ميزانية البنك المركزي متمثلة في القروض المخصومة. يعني إيه القروض المخصومة؟ يعني معناها في بعض الأحيان البنك أو البنوك الأخرى بتتطلب قروض من البنك المركزي. البنك المركزي في هذا الوضع، أنا كبنك على سبيل المثال بنك أهلي، محتاج النهاردة وليكن 1,000,000 جنيه، بتقدم للبنك المركزي بقرض، بطلب قرض لإيه؟ لهذا المبلغ. بيديني ما بيدينيش 1,000,000 جنيه، ولكن في هذا الوضع يجي يقول لي إن أنا النهاردة هبتدي إن أنا أخصم منك 10% في صورة فايدة على هذا القرض، وبناء على ذلك يبقى اذا بيديني كام؟ بيديني 900,000 جنيه. هذه ال 900,000 جنيه تعتبر جانب من جوانب الاصول التي في جانب ميزانيه البنك المركزي تحت بند القروض المخصومه. يبقى اذا القروض المخصومه هي القروض التي يمنحها البنك المركزي للبنوك ويخصم منها الفائده مقدما في هذه الحاله زي ما احنا قلنا. دولت المكونين او مكونات من مكونات البنود او البنود المتعلقه بالاصول في جانب الاصول بالنسبه للبنك المركزي. طبعا البندين دول بيعتبروا من البنود اللي بتدر عائد بالنسبه للبنك المركزي، سواء بالنسبه للاوراق الماليه الحكوميه. طبعا السندات بيبقى ليها حاجه اسمها معدل كوبون، الاذون الخزانه بيبقى حاجه اسمها الفائده او العائد المخصوم. في هذا الوضع ان انا بشتري النهارده الورقه ب 900 ولكن عند اجل استحقاق بحصلها ب 1,000، يبقى اذا الفرق ما بين 900 وال 1000 دي تعتبر عائد على اذون الايه؟ الخزانه. اذا ده البنود او بندين اساسيين من بنود الاصول بالنسبه لميزانيه البنك المركزي. ثالث بند من بنود او بنود الميزانيه الاصول جانب الاصول بالنسبه لميزانيه البنك المركزي متعلق في حسابات الذهب وحقوق السحب الخاصه. ان انا البنك المركزي في بعض الاحيان بيغبي او بيتم شراء الذهب كنوع من انواع الاحتياطيات النقديه كغطاء نقدي بالنسبه لما يتم اصداره، بالاضافه الى ان في عندي حقوق السحب الخاصه اللي هي عباره عن الصندوق النقدي الدولي، بيبقى لكل دوله من الدول المشتركه فيه ليها حصه او نسبه معينه، بتعرف هذه النسبه او الحصه في اشبه ما يكون بحاجه بتقوم بدور النقود ولكن متمثله في حقوق، حاجه اسمها حقوق السحب الخاصه. حقوق السحب الخاصه دي بيتم حسابها وفق السله من العملات الاساسيه، الخمس عملات المتداوله على مستوى او اكبر خمس عملات موجوده على مستوى العالم، بيتم حساب قيمه هذه حقوق السحب الخاصه استنادا الى سله من العملات، وبناء على ذلك بيقول من ضمن توظيف البنك المركزي لحجم قدر من الموارد الموجوده لديه في جانب الاصول متمثلا فيما يشتريه من حاجه اسمها الذهب النقدي كغطاء بالنسبه لما يتم اصداره، بالاضافه الى حقوق السحب الخاصه التي بيتم اصدارها من صندوق النقد الدولي. عندي ما يعرف بالعملة المساعدة، ان انا في بعض الاحيان بيتم برضو العملات المساعدة اللي بيتم اصدارها من قبل الخزانة العامة بتبقى موجودة في عند البنك المركزي، بالاضافة الى عناصر نقدية اخرى تحت التحصيل بتمثل في جانب الايه؟ في جانب الاصول بالنسبة للبنك المركزي. إذا جينا شفنا الجانب الخصوم، جانب الخصوم في هذا الوضع يعني إيه جانب خصوم؟ يعني معناها الموارد اللي بتكون متوفرة لدى البنك المركزي، بحيث إن أولى هذه الموارد اللي هي البنك المركزي بيعمل إيه؟ هتيجي تقول للبنك المركزي سلطته الأساسية أو ما لديه من سلطة قانونية، في هذه الحالة بيكون بعملية إصدار أوراق البنك نوت. إذا من ضمن الموارد الأساسية بالنسبة للبنك المركزي أوراق البنك نوت، وهي عبارة عن كمية العملة الورقية التي يفادي الجمهور في هذه الحالة، وبيكون للبنك المركزي سلطة إصدارها. أوراق البنك نوت احنا عندنا في مصر هنا كان دلوقتي بقت الخمسة جنيه ومضاعفاتها هي دي أوراق البنك نوت، لكن زمان كان الجنيه كان بيتولى إصداره البنك المركزي، لكن دلوقتي أصبح إن هو من النقود المساعدة اللي بتتولى إصداره من وزارة المالية، لكن النهارده أصبح إن أنا عندي أوراق البنك نوت التي يتولى إصدارها من قبل البنك المركزي، الأوراق اللي هي من فئة الخمسة جنيه، 10 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، 200 جنيه، وإذا كان في مستجدات يبقى إذا في هذه الحالة يبقى إذا ده فيما يتعلق بجانب أساسي من أو البند الأول من بنود الموارد بالنسبة للبنك المركزي متمثلا في أوراق البنك نوت. تاني حاجة من جوانب الموارد بالنسبة للبنك المركزي اللي هي عبارة عن الاحتياطيات. ما تنسوش إن إحنا لما جينا تعرضنا لميزانية البنك التجاري قلت لك خلي بالك إن أنا البنك التجاري في اول بند من بنود الاصول بالنسبه لي كانت عباره عن الاحتياطيات. قلنا الاحتياطيات دي بتحتفظ بيها فين؟ بيحتفظ بيها لدى البنك المركزي، وبناء على ذلك ما كان يعد
في جانب الأصول بالنسبة لميزانية البنك التجاري متمثلة في الاحتياطيات، يعد في جانب الخصوم بالنسبة للبنك البنك المركزي كمصدر من مصادر الموارد اللي هي متمثلة في حجم الاحتياطيات. طبعا في عندي احتياطي إلزامي أو ما يعرف بالاحتياطي القانوني اللي هو بيحتفظ به البنك البنوك التجارية في هذه الحالة بإيه؟ بقوة إلزامية يجب أن تحتفظ البنوك التجاري لدى البنك المركزي بنسبة احتياطي قانوني في هذه الحالة. بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان يبقى نتيجة طبيعة النشاط الاقتصادي بيفرض عليا ان انا ازود حجم الاحتياطيات الموجوده عندي، فلوس موجوده عندي كبنك، مش طبيعه النشاط الاقتصادي في حاله ركود، وبالتالي في هذه الحاله عندي احتياطي زائد. طبعا هذا الاحتياطي بيزيد في حالات الركود، بيقل في حالات الايه الرواج بالنسبه للاقتصاد، ولكن ده يعد نوع من انواع الايه الموارد بالنسبه للبنك في ميزانيه البنك المركزي في هذا الوقت. اذا ده بند اخر عندي من ضمن بنود الموارد بالنسبه للبنك المركزي اللي بتوضع في جانب الخصوم، وضع الخزانه العامه. ما احنا زي ما هنشوفه مع بعضينا ان البنك المركزي يقال عنه من ضمن الوظائف الاساسيه ان هو بنك الحكومه، وبالتالي في هذه الحاله ان الحكومه بتحتفظ بايه بايراداتها لدى البنك المركزي في هذا الوضع، وبالتالي في هذه الحاله طالما ان انا عندي مصدر من مصادر الايرادات او الموارد، يبقى اذا في هذه الحاله توضع في جانب الايه الخصوم. يبقى اذا ثالث بند من بنود الايرادات بالنسبه للبنك او الموارد بالنسبه للبنك متمثلا في ودائع الخزانه العامه. عندي برضو اخرى ودائع اجنبيه وودائع اخرى، ان في بعض الاحيان من الممكن ان البنوك بتحتفظ بايه سواء كانت بنوك محليه او بنوك اجنبيه بتحتفظ لدى البنك المركزي بودائع وايداعات، فهذه الحاله باجي بقول ان هي تعتبر مصدر من مصادر الموارد وعناصر نقديه اخرى لم تحصل، وكل ده بيخش ضمن الايه ضمن جانب الخصوم او جانب الموارد بالنسبه للبنك الايه بالنسبه للبنك المركزي. البنك المركزي بيقوم بمجموعه من الوظائف الاساسيه على مستوى الاقتصاد. اولى هذه الوظائف زي ما احنا قلنا من شويه ان هو بيقوم بعمليه الاصدار النقدي للبنك. ما تنسوش ان احنا لما جينا قلنا ما هي اهم الخصائص العامه الاشياء التي تقوم بدور النقود، قلنا عندي خاصيه اساسيه كانت اخر خاصيه تناولناها حاجه اسمها التماثل والتجانس. عشان ابتدي ان انا احقق هذا التماثل او التجانس يبقى اذا عندي جهه واحده هي او جهه وحيده هي اللي بتتولى عمليه الاصدار النقدي في على مستوى دول العالم. يبقى عندي دوله جهه واحده بتتولى عمليه الاصدار الضمان عمليه التجانس والتماثل. هذه الجهه بتبقى تعرف في بعض الدول بالبنك المركزي، في دول اخرى بتعرف بالبنك الفيدرالي، ولكن بتبقى بيتولى البنك المركزي او الوظيفه الاولى للبنك المركزي هي عمليه الاصدار النقدي، اصدار اوراق البنك نوت. هذه الاوراق بتبقى عمله قانونيه بيبقى ليها قوه الالزام في هذه الحاله بالنسبه لايه بالنسبه لافرادها. فهذه الحاله في ايه زي ما قلنا ليه كوسيط للتبادل، كوحدة للحساب، كمخزن للقيمة، كوسيلة لتسوية المعاملات الآجلة. كل هذه بيبقى ايه لما لهذه العملة التي يتولى اصدارها جهة وحيدة سواء كان اسمه بنك فيدرالي او سواء كان اسمه بنك مركزي في هذا الوضع بيتولى عملية الايه الاصدار النقدي. وهذه هي الوظائف الاساسية او الوظيفة الاولى الاساسية بالنسبة للبنك المركزي. طبعا قصة عملية تنظيم عملية الإصدار النقدي تنظيمها مر بمجموعة من المراحل، لأن أنا كان من المفترض إن أنا كل جنيه يتم إصداره كان لابد من وجود تغطية ذهب بغطيه بغطاء ذهبي كامل. طبعا الكلام ده لغاية 45 كان، لكن بعد كده تم عقد اتفاقية بريتون وودز بدأت في هذه الحالة يتخلى نوعا ما ان انا في حتة الغطاء الذهبي الكامل بالنسبة للعملات. وكان العملة الوحيدة اللي كانت يجب اصدارها بغطاء ذهبي كامل اللي هو كان متمثلا في الدولار. تمثلت استمرت هذا الوضع لغاية 71، بعد كده تم التخلي حتى ربط الدولار بالايه بالذهب في هذه الحالة. وكان في الفترة من 45 لغاية 71 كانت كل العملات يتم ايه حساب سعر صرفها استنادا الى ايه مقابل ايه هذه العملات مقابل الدولار. طبعا يبقى اذا الوظيفة الاساسية اللي احنا مهمة جدا بالنسبة لي ان انا الوظيفة الاولى بالنسبة للبنك المركزي التي يقوم بها هي عملية الايه الاصدار النقدي. يقوم البنك المركزي بعملية اصدار العملة القانونية او رواق البنك نوت، وتعد هذه الوظائف هي اولى الوظائف الاساسية ان هو من خلالها مكون اساسي من مكونات العرض النقدي اللي هو من خلاله بيسعى البنك المركزي ان يحقق هدفه النهائي اللي هو متمثل في استقرار الاقتصادي. وبالتالي في هذه الحالة يبقى اذا اداة او وظيفة اساسية في هذه الحالة من مكونات العرض النقدي اللي هي عملية الايه الاصدار النقدي بيتحكم فيه البنك المركزي في هذه الحالة.
عندي من ضمن الوظائف الاساسيه برضو اللي بيقوم بيها البنك المركزي، بيجي بقول عليه ان هو بنك الحكومه. يعني ايه بنك مركزي؟ بنك حكومه، زي ما قلنا من شويه ان الحكومه بتحتفظ بإيراداتها لدى البنك المركزي، ودائع حكوميه لدى البنك المركزي، وفي نفس الوقت ان البنك المركزي بينظم عمليه الاقراض الحكومي او الاقتراض الحكومي من خلال عمليه تنظيم اذون الخزانه والسندات الحكوميه. ما هي اذون الخزانه والسندات الحكوميه؟ ما هي اللي عباره عنه بعض الوسائل اللي بتستخدمها الحكومه للاقتراض. وبالتالي في هذه الحاله اللي بيكون بعمليه التنظيم، سواء بالنسبه لعمليه الاحتفاظ بايرادات الحكومه في الخزائن الخاصه به، هو البنك المركزي. وفي نفس الوقت اللي بيقوم باداره الاقتراض الحكومي في هذا الوضع من خلال اصدار السندات واصدار اذون الخزانه، هو برضو البنك المركزي. ولذلك باجي بقول ان ثاني وظيفه من الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي اللي هو بيعدي بنك الحكومه، اولى الوظائف اللي هو بيقوم بالاصدار النقدي، ثاني الوظائف ان هو باجي بقول عليه بنك حكومه، اشبه ما يكون المدير المالي في هذه الحاله للحكومه ككل. ليه؟ لان في هذه الحاله الحكومه بتحتفظ اليها بايراداتها وطريقه التصرف في هذه الايرادات. النهارده بدل الحكومه بتصرف اجور ومرتبات، بتصرف في عندها اقساط ديون، كل هذه العمليه بيتم السحب من خلال مين؟ ما تحتفظ به من ايرادات لدى البنك المركزي في هذه الحاله. وبنفس الوقت ان البنك، كلنا بنسمع ان النهارده تم اصدار مثلا ما يعادل مثلا 6 مليار جنيه سندات حكوميه، بعد كم يوم 5 مليار جنيه اذون خزانه. ما معنى ذلك؟ ان دي وسيله للاقتراض الحكومي اللي بيتولى عمليه التنظيم بقى في هذه الحاله، اللي بيتولى عمليه البيع بالنسبه لمثل هذه الاوراق بغرض توفير ما تحتاجه الحكومه من من اموال. في هذا الوضع هو البنك المركزي. ولذلك بيجي بقول ان الوظيفه الثانيه التي يقوم بها البنك المركزي هي اعتباره بنك بنك الحكومه. ثالث وظيفه من وظائف البنك المركزي باجي بقول عليه ان هو بنك البنوك. بنك البنوك يعني ايه بنك البنوك؟ يعني البنك الذي يوجد على راس قائمه الجهاز المصرفي. يعني البنك اللي في هذه الحاله اللي هو بيتحكم في اداره السياسه النقديه، البنك اللي بيتحكم في العرض النقدي، بغرض برضو زي ما قلنا ما ننساش ان هو غرضه الاساسي من التحكم في العرض النقدي ان هو في هذه الحاله مش غرضه الاساسي ان هو يلبي طلبات الحكومه، ولكن الغرض الاساسي في هذه الحاله ان هو يسهم في تحقيق هدف اقتصادي اللي هو متمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. باجي بقول ان من ضمن الوظيفه الثالثه من وظائف البنك المركزي باجي بقول عليه ان هو بنك البنوك. يعني ايه بنك البنوك؟ يعني معناها ليه باجي بقول ان بنك البنوك هو الموجود على راس الجهاز المصرفي هو البنك المركزي؟ لان اول حاجه وظيفه بيكون بها البنك المركزي تحتفظ البنوك التجاريه باحتياطياتها لدى لدى البنك المركزي. اذا اول وظيفه، واذا بيحتفظ البنوك التجاريه لدى البنك باحتياطاتها لدى البنك المركزي. ما تنسوش ان انا في هذا الوضع ان انا جيت لما جيت قلت لكم من شويه ميزانيه البنك المركزي كان عندي في جانب الاصول كان عباره او جانب اسف جانب الخصوم او جانب الموارد كان عباره عن احتياطيات البنوك، سواء كانت احتياطات قانونيه سواء كانت احتياطات زائده في هذا الوضع. واذا وظيفه اساسيه بيقوم بها البنك المركزي اللي هو بنك البنوك من خلال ما يحتفظ به او ما يحتفظ لديه من احتياطيات اللي هي القانونيه لديه في هذا الحد. ثاني وظيفه، ما تنسوش ان انا في لو عندي اي بنك من البنوك ظهر فيه ازمه سيوله، لان من احنا قلنا البنك بيسعى الى البنك التجاري بيسعى الى تحقيق هدفين، اداره السيوله. طب اذا ظهر عنده عجز او عدم القدره على تلبيه احتياجات مودعيه، وبالتالي في هذه الحاله بيبتدي يلجا ايه؟ من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بيلجا ليها عشان يبتدي يوفر هذه السيوله بيبتدي ياخد قرض من البنك المركزي. وبالتالي في هذا الوضع باجي بقول من ضمن ليه بقول عليه بنك البنوك؟ نتيجه لان هو بيعتبر الملجا الاخير بالنسبه لاقتراض مين؟ البنوك التجاريه في حاله عجز هذه البنوك عن تلبيه احتياجات مودعيها من طلبات هي السيوله في هذا الوقت. برضو البنك المركزي دلوقتي بيقوم بعمليات المقصه ما بين البنوك بعضها مع بعض. عندي بنك اهلي وبنك مصر في تعاملات النهارده، بنك اهلي اخذ من بنك مصر النهارده مثلا في شيكات مسحوبه على بنك مصر لصالح البنك الاهلي وليكن ب 10 مليون جنيه. وعندي بنك مصر نفس الشيء برضو في شيكات مسحوبه على بنك الاهلي لصالح عملاء بنك مصر وليكن 20 مليون. واذا في هذه الحاله دي عمليه، ده عاوز من ده 10 وده عاوز من ده 20، اللي بيقوم بعمليه التسويه في هذه الحاله من الحسابات ما بين البنوك مع بعضها مع بعض بنك المين؟ المركزي. ولذلك باجي بقول ان البنك المركزي هو بيقوم بدور رئيسي في هذه الحاله، بيقوم بعمليات المقصه. ولذلك بقول دي بتخليه ان انا بقول عليه اسمه ايه؟ بنك البنوك. في هذا ما تنسوش برضو ان من ضمن الحاجات الاساسيه بيقوم بها البنك المركزي للبنوك ان هو بيقوم في بعض الاحيان اذا كان بيقدم لهم قروض، لا ده في بعض اخرى في هذا الوضع بيقوم بعمليه قسم الاوراق التجاريه الاجله.
يعني ايه؟ يعني النهارده انا كبنك وليكن اي بنك من البنوك الموجوده وليكن بنك القاهره، في هذه الحاله مثلا مع عنده اوراق تجاريه اجله لصالح احد العملاء وليكن ب 10 مليون جنيه. بناء على ذلك بيبتدي يشتغل ايه البنك في هذا الوضع؟ يجي النهارده يقول لك انا محتاج اسيل هذه الاوراق، يروح راح مدي ال 10 مليون جنيه او الاوراق اللي قيمتها 10 مليون جنيه للبنك المركزي. في هذه الحاله يقول لي اديني مقابل هذه الاوراق التجاريه الاجله سيوله في هذا الوضع، واذا انا عملت خصم لمثل هذه الاوراق او عملت اعاده خصم لمثل هذه الاوراق لدى البنك المركزي، وبالتالي وظيفه اساسيه بيكون بيها. ليه بقول عليه بنك البنوك؟ نظرا لان في بيقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي في هذه الحالة. وبالتالي باجي بقول يبقى إذا عندي الوظيفة الأولى للبنوك أو البنك المركزي أو ما يعرف بالبنك الفيدرالي في بعض الدول، إن أنا باجي بقول عليه عملية الإصدار النقدي. ثاني وظيفة من هذه الوظائف إن أنا باجي بقول عليه بنك الحكومة. ثالث وظيفة من هذه الوظائف إن أنا باجي بقول عليه برضو بنك البنوك. وباجي بقول عليه بنك البنوك ليه؟ نتيجة لأن البنوك بتحتفظ باحتياطاتها لديه، نتيجة لأن هو يعتبر البنك الملجأ الأخير بالنسبة لعملية الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية في حالة وجود عجز في السيولة لديها. بيقوم بعملية المقصة ما بين البنوك بعضها مع بعض، التعاملات مقصة في التعاملات اليومية أو اللي بتتم ما بين البنوك بعضها مع بعض. ثالث رابع وظيفة إن هو بيقوم بعملية إعادة خصم الأوراق التجارية الآجلة لصالح البنوك اللي بيتم خصمها لدى البنك المركزي. رابع وظيفة من وظائف البنك المركزي بيجي بقول مراقبة وتوجيه الائتمان. يعني ايه مراقبه وتوجيه الائتمان؟ النهارده البنك المركزي بيقوم بدور اساسي، ما تنسوش، او الوظيفه الاساسيه انه عاوز يتحكم في العرض النقدي، وبالتالي في هذه الحاله بيبتدي بيتوفر لديه بعض الادوات اللي بيستطيع من خلالها ان هو يبتدي يتحكم في قدره البنوك على خلق الائتمان. ده مش كده بس، ده في بعض ادوات اخرى بيستطيع ان هو يقول له النهارده وجه الائتمان دوت الى نوعيه معينه من انواع المشروعات، ان انا في عندي بعض المبادرات بيتبناها البنك المركزي وبيفرضها بطريقه باخرى على البنوك اللي بتعمل تحت قيادته في هذا الوضع. بناء على ذلك بيقول له النهارده بيوجه الجزء كبير او حجم معين من الارصده الموجوده عندك مشروعات مثلا متناهيه الصغر، المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه. وبناء على ذلك اذا بيسهم في عمليه توجيه الائتمان. طيب عشان يبتدي البنك المركزي يبتدي يتحكم في قدره البنوك على خلق الائتمان ومن خلالها يتحكم في العرض النقدي، بيمتلك مجموعه من الوسائل. بيمتلك مجموعه من الوسائل. هذه الوسائل عباره عن ثلاث وسائل اساسيه زي ما احنا شايفينها، عباره عن حاجه اسمها نسبه الاحتياطي القانوني، حاجه اسمها نسبه الاحتياطي القانوني، وعندي ما يعرف ب سعر الخصم، وثلاث أداة من الأدوات الكمية اللي بيمتلكها البنك المركزي عبارة عن عمليات السوق المفتوح. إذا عندي دولة الثلاث أدوات الأساسية اللي بيتحكم فيهم من خلال البنك المركزي من خلال عملية قدرة البنوك على خلق الائتمان وبالتالي على العرض النقدي، في هذه الحالة ثلاث أدوات. ما هي هذه الأدوات؟ عندي أداة أولى اسمها نسبة الاحتياطي القانوني، الأداة الثانية اسمها سعر الخصم، الأداة الثالثة اسمها عمليات السوق المفتوحة. نسبة احتياطي قانوني، سعر الخصم، عمليات السوق المفتوحة. طيب إذا جينا شفنا مع بعضينا نسبة الاحتياطي القانوني عبارة عن إيه؟ إن أنا باجي بقول إن أنا عبارة عن نسبة الاحتياطي التي يفرضها البنك المركزي على البنوك الاحتفاظ بها بما لديها من ودائع شيكية في صورة إيه؟ نقود في هذه الحالة أو في صورة نقدية. النهاردة على سبيل المثال إن أنا البنك المركزي بيفرض عليا نسبة احتياطي قانوني وليكن 14%. وبالتالي كل ايداعات لدى البنك بقيمه مليون جنيه، يبقى اذا من المفترض ان انا كبنك احتفظ ب 140 الف جنيه في صوره احتياطي قانوني، احتياطي الزامي في هذه الحاله. طب ازاي البنك في هذا الوضع بيأثر على مجريات النشاط الاقتصادي؟ اجي اقول لك في هذه الحاله ببتدي بفرق اذا كان الاقتصاد بيعاني من مشكله تضخم او بيعاني من مشكله ركود. وبالتالي في هذه الحاله يبقى انا في حاله وجود ركود. يعني ايه؟ يعني معناها عندي عرض من السلع والخدمات بيفوق حجم الطلب. يبقى انا في هذه الحاله عشان ابتدي ان انا اقلل من حده هذا الوضع لابد ان انا احاول بقدر الامكان ازود الطلب. طب ازود الطلب يعني معناه ايه؟ ازود الانفاق. يبقى انا في هذه الحاله عشان ابتدي ازود الانفاق يبقى اذا لابد من زياده قدره البنوك على منح الائتمان، يعني ازود القروض على منح قدره البنوك على منح الاقراض المصرفي في هذه الحاله. وبالتالي ده بيتم ازاي؟ من خلال استخدام اداه نسبه الاحتياطي القانوني. اخفض النسبه ولا ارفع النسبه؟ لا، المفروض ان انا في هذه الحاله اخفض النسبه نتيجه لان انا ايه؟
لا بدل ما اقول للبنك النهارده احتفظ ب 140 الف جنيه من الودائع الموجوده عندك بقيمه مليون جنيه، حاجه اقول له لا احتفظ بايه؟ ب 100 الف. طب واذا يشتغل على كام؟ يشتغل على 900 الف في هذه الحاله، يبتدي يمنح من خلالها الايه؟ القروض في هذا الوضع. وطبعا قصه ثانيه في ايه؟ عمليه دوره الايه؟ الودائع المشتقه في هذه الحاله. ولكن في فرق كبير جدا لما تيجي تقول له اشتغل على 860 الف جنيه كحجم بالنسبه، امنح القروض على هذا الاساس، او امنح القروض على 10% اللي هي بتمثل 900 الف جنيه، ابتدي اشتغل على 900 الف جنيه. واذا بزود الطلب، بزود الانفاق، بزود قدره، بزود العرض النقدي، معناه بزود الطلب، بزود الانفاق، واذا بحد من مشكله الركود. طب لو الاقتصاد بيعاني من مشكله تضخم، يعني ايه تضخم؟ يعني ارتفاع في الايه؟ مستمر في المستوى العام للاسعار. واذا هدفي انا كبنك في هذه الحاله ان انا ابتدي ان انا اعمل ايه؟ هدفي كبنك مركزي ان انا احاول بقدر الامكان اقلل الطلب الكلي، اقلل الطلب الكلي من خلال تقليل الانفاق. يبقى اذا ازود العرض النقدي ولا اقلل العرض النقدي؟ احاول بقدر الامكان اعلل العرض النقدي. يبقى اذا ابتدي ان انا ارفع نسبه الاحتياط القانوني ولا اخفض نسبه الاحتياط القانوني؟ يبقى اذا لابد من رفع نسبه الاحتياط القانوني في حاله اذا كان الاقتصاد يعاني من مشكله الايه؟ التضخم في هذه الحاله. واذا دي الاداه الاولى من ادوات البنك المركزي اللي بيتحكم فيها في قدره البنوك على خلق الائتمان، وبالتالي بيتحكم في العرض النقدي في هذه الحاله. ثاني اداه اللي هي متمثله في مين؟ في سعر الخصم. سعر الخصم زي ما احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هي عباره عن سعر الفائده الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل ما يمنحه للبنوك من قروض، او ان هو لو اتقال عليه سعر اعاده الخصم اللي هو عباره عن ايه؟ سعر الفائده الذي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك مقابل اعاده خصم الاوراق التجاريه الاجله لصالح هذه البنوك في هذه الحاله. وبالتالي ببتدي افرق ما بين حاجتين، الاقتصاد بيعاني من حاله ركود ولا بيعاني من حاله تضخم. لو بيعاني من حاله ركود يبقى اذا شيء طبيعي الاجراء اللي بيتخذه البنك المركزي في هذه الحاله هو خفض سعر الخصم. يعني ايه معناها في خفض سعر الخصم؟ من النهارده عندي مثلا حضرتك متقدم لي بورقه تجاريه اجلها بقيمتها بمليون جنيه، وانا عاوز اوفر لك سيوله في هذه الحاله عشان ابتدي اعالج من مشكله ركود، وبالتالي في هذه الحاله عشان ابتدي ان انا ازود الانفاق، يبقى اذا في هذه الحاله اعاملك على 10% ولا اعاملك على 20%؟ هتيجي تقول لي لا في هذه الحاله تعاملني على 10%. ليه؟ لان في الحاله دي حضرتك هتخصم من مليون جنيه، هتخصم منه 10%، يعني هتاخد مني 100000 جنيه وهديني 900000 جنيه ابتدي اشتغل فيهم، وابتدي ان انا ايه؟ امنح القروض وخلافه في هذه الحاله، يعني معناها ازود العرض النقدي، ازود الانفاق، ازود الطلب الكلي، وبالتالي بحد من مشكله الايه؟ الركود اللي بيعاني منها الاقتصاد. العكس تماما لو الاقتصاد بيعاني من مشكله ايه؟ تضخم، يبقى انا عاوز اقلل الانفاق، يبقى اذا اقلل العرض النقدي، واذا في هذه الحاله الاجراء اللي بياخده البنك المركزي رفع سعر الخصم في هذه الحاله. واذا ده فيما يتعلق بالاداه الثانيه من ادوات البنك المركزي اللي هي متمثله في مين؟ في سعر الخصم. ثالث اداه من ادوات البنك المركزي متمثله في ايه؟ في عمليات السوق المفتوحه. عمليات السوق المفتوحه يقصد بعمليات السوق المفتوحه ايه؟ يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها ان هو يتدخل البنك المركزي بائعا او مشتريا، بائعا او مشتريا للايه؟ للاوراق الماليه تحديدا الحكوميه. يبقى اذا في هذه الحاله يبقى اذا عندي الاوراق الماليه الايه؟ الحكوميه. الاوراق الماليه الحكوميه في سوق المال، بحيث ان انا لو عندي الاقتصاد بيعاني من مشكله الركود، وبالتالي في هذه الحاله يبقى اذا عاوز ازود العرض النقدي، وإذا يتدخل البنك المركزي مشتريا أم بائعا؟ لا، يجي يقول لك في هذه الحالة تعالى الورقة الموجودة معاك اللي هي عبارة عن سندات أو أذون خزانة اللي أنت مش عارف تحولها النقد، هتهالي أشتريها منك مقابل ذلك قد فلوس، ابتدي ينزل إيه؟ اشتري، ابتدي زود الطلب الكلي، حد من مشكلة الإيه؟ الركود اللي بيعاني منها الاقتصاد. العكس تماما لو الاقتصاد بيعاني من مشكلة تضخم، يبقى أنا عاوز أقلل الطلب، اقلل العرض النقدي، وبالتالي في هذه الحاله يتدخل البنك المركزي، احول اقول لك الفلوس اللي انت فرحان بيها وكل شويه عمال تنفق يمين وشمال ومفيش عرض بالنسبه في هذه الحاله من السلع والخدمات، بيتحول الى تضخم، عاوز احد منه. يبقى اذا في هذه الحاله هات الفلوس الموجوده معاك، خد مقابلها ورقه ماليه في هذه الحاله، سواء كانت سندات او اذون خزانه في هذه الحاله. واذا دي الادوات الاساسيه اللي هي عمليات السوق المفتوحه، يعني معناها يتدخل البنك المركزي بائعا او مشتريا للاوراق الماليه للحكوميه. طبعا سعر الخصم، عمليات السوق المفتوحه بيتطلب ان انا يكون عندي سوق ماليه قف، يعني في هذه الحاله عشان ايه؟ او متطور، ان عشان ابتدي ان انا في هذا الحاله حتى يكون مثل هذه الادوات سعر الخصم حتى تكون لعمليات السوق المفتوحه فاعليه، يكون لها التاثير المرجو على قدره البنوك على خلق الائتمان، يكون لها تاثير على العرض النقدي، يكون لها تاثير على تحقيق الهدف
النهائي للبنك المركزي اللي هو المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من الركود، من خلال الحد من التضخم، في هذه الحالة لابد ان انا يكون عندي ايه حاجة أساسية قد لا تكون متوفرة في أغلبية الدول النامية، اللي هي ايه وجود سوق مالية ايه متطورة في هذه الحالة، وذلك لضمان فعالية سواء كنت بتكلم على سعر خصم او عمليات الايه السوق المفتوحة في هذه الحالة. دي قد يكون بعض الادوات الكميه او دي الادوات الكميه اللي بيتحكم فيها البنك المركزي مباشره في قدره البنوك على ايه خلق الودائع، ولذلك اسمها ادوات كميه، متمثله في نسبه احتياطي قانوني كمي، عمليات سوق مفتوحه ادوات في هذه الحاله بيتدخل بائعا او مشتريا لكميه معينه من الاوراق الماليه الحكوميه سواء كانت اذون خزانه او ايه او سندات حكوميه. عندي سعر الخصم بيتحكم في معدل الفائده اللي بيتقاضاها البنك المركزي مقابل اقراض البنوك او اعاده خصم الاوراق الموجوده ليه كمي في هذه الحاله. عندي بعض الادوات اللي بيتحكم بقى في عمليه توجيه الائتمان. النهارده في هذه الحاله عمليه اللي من خلال حاجه اسمها ايه هامش الضمان، يبقى اذا ده يعتبر نوع من الادوات النوعيه بيتحكم فيها في عمليه ايه عمليه توجيه الائتمان. النهارده ان انا عاوز اشجع نوعيه معينه من الايه من المشروعات، ولكن المشروعات المحليه في هذه الحاله او المشروعات الوطنيه اللي بتحل محل الواردات، وبالتالي في هذه الحاله يبقى اذا اجي اقول لك انت النهارده بتقدم لي عاوز قرض، وقدمت لي مثلا الضمان بتاع هذا القرض وليكن قطعه ارض قيمتها مليكن مليون جنيه، هذه قطعه الارض اللي قيمتها مليون جنيه في هذا الوضع باجي بقول لك انت بتقدم لي مشروع الدوله في اتجاهها ان هي تشجعه، وبناء على ذلك يبقى اذا ببتدي ان انا اقلل من هامش الضمان. النهارده في هذه الحاله همنحك بضمان قطعه الارض دي همنحك 90% من قيمتها، وبالتالي يبقى انا اخدت هامش الضمان بتاعي كام؟ 10% لاي نوع من انواع المخاطره. لكن النهارده الدوله في هذه الحاله تيجي تقول لك ان في مشروعات معينه بتقوم بشكل اساسي على استيراد المواد الخام، وبناء على كده ده بيستنزف ما لدى الدوله من من احتياطات من النقد الاجنبي، وبالتالي في هذه الحاله لا تشجع مثل هذه المشروعات. وبناء على ذلك حضرتك النهارده لما تقدم لقرض بالنسبه للبنك وليكن بمليون جنيه، يقول لك خلي بالك انا هاخد منك هامش ضمان 25%، يعني هتديني كام؟ يقول لك هديك بس 750,000 جنيه. طب وال 250 الف جنيه التانيين حاجه اقول لك هامش ضمان بالنسبه لي، وبالتالي في هذه الحاله واذا ده كله اسمه ادوات نوعيه بيمتلكها البنك المركزي، بيستطيع ان هو حته توجيه الائتمان، روح للاتجاه دوت اللي بيتوافق مع اتجاهات الدوله، وما تروحش للاتجاه دوت الذي لا يتوافق مع اتجاهات الدوله في هذه الحاله. وبالتالي ده نوع من انواع الادوات النوعيه في هذه الحاله. واذا ده فيما يتعلق بايه ان انا الادوات اللي فاتت او مجموعه الادوات اللي انا ببتدي ان انا ادوات كميه بيمتلكها البنك المركزي في هذه الحاله بيأثر من خلالها على قدره البنوك على منح الائتمان، عباره عن نسبه الاحتياطي القانوني. واذا في هذه الحاله الادوات الاساسيه اللي بتحكم الادوات الكميه عباره عن 3 ادوات، عباره عن نسبه الاحتياطي القانوني، سعر الخصم، عمليات الايه السوق المفتوحه اللي بيتحكم فيها في عمليه توجيه الائتمان. يبقى اذا ده هنا بيبتدي يشتغل على ايه عمليه توجيه الائتمان بشكل رئيسي، يبقى عمليه توجيه الائتمان هنا بوجه عمليه الايه الائتمان في هذه الحاله. باجي بقول من ضمن الادوات الاساسيه في هذا الوضع عمليه ايه هامش الضمان، ان انا في هذا الوقت بزود هامش الضمان في حاله المشروعات التي تتوافق مع اتجاهات الدوله، بقلل هامش الضمان بقدر الامكان في حاله المشروعات التي تتوافق مع السياسات الاقتصاديه العامه بالنسبه لايه بالنسبه للدوله في هذه الحاله. المره اللي جايه ان شاء الله بامر الله هنبتدي ناخده مع بعضينا جزء خاص بالبنك المركزي والسياسه النقديه، وكيف تؤثر اجراء البنك المركزي من خلال التحكم في العرض النقدي على تحكم البنك المركزي على تحديد سعر الفائده التوازني، على حجم الطلب على الاستثمار، ومنه على حجم الطلب الكلي من خلال ادارته للسياسه النقديه، وما يعنيه ذلك من التحكم في العرض النقدي والتاثير على مجريات النشاط الاقتصادي من خلاله. وبرضه هنقعد مع بعضينا تمرين مهم جدا المره القادمه ان شاء الله، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.